لاعبين نادي الغاتسية اللي معظمهم تشرفت اني العب معهم. إدارة تتحمل جزء، مدرب يتحمل جزء، لكن الفريق العنصر الأهم والأساسي فيه اللاعبين. إدارة ميشنوا ونتقدم استغالاتكم، مدرب، محترفين، هذا كلام يقولونه جماهير وما لهم. أنا هو أنتو نعلم الحقيقة، ومكة أهل مكة أدرى بشعبها. العلة في العنصر المهم والأساسي في كل فريق وهم اللاعبين. اللاعبين ما عاد فيها يا جماعة مجاملة الآن، خلاص رسالة اللاعبين كفاكم عبثا. نعم والله بالفم المليان، لأنكم الآن تعبثون في تاريخ إرث كروي حقيقي، سالت دماء كثيرة وعرق وجهد وتضحيات للجيل اللي سبقكم واللي قبله، وضحوا بالكثير من أجل أن يحققون هذا المجد. الزعامة اللي كانت نشوفها في دربيل، بين العرب يشوفونها دربيل، 9 بطولات الفرق، 9 دوري الفرق، ثم يتحقق ونصنع التاريخ. الآن مع الأسف باردة مبردة، ما مدانا نفرح بالزعامة، باردة مبردة تسلمونها على طبق من ذهب، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. أنتوا يا أخوان اللاعبين والله ما تلعبون لأجل هذه اللحظة، تلعبون لأجل مستقبلكم، لأن حاضرك اليوم هو ماضيك غدا، فاصنع به ما تشاء، لكن خذها مني، احرص على ان يكون مجد تفتخر فيه في المستقبل. ماذا تتوقع ان يقول عنك التاريخ؟ هل هذا الجيل، هالمجموعة هذه اضاعوا يعني مجد نادي الغاتسية وزعامة نادي الغاتسية وشخصية نادي الغاتسية، واصبحوا الان بعد ما كنا في النهائيات في أسوأ الحالات نشعر من داخل أننا أغوياء؟ فسبحان الله، ثقتنا الكبيرة بأنفسنا بأننا نادي الغاتسية كنا من أجل هذه الثقة نفوز في المباريات، أما الآن أصبح العكس. نادي الغاتسية ما عاد نشاهد الروح الراغبة بالفوز، شخصية الغاتسية القوية. تدري شو معناه أنك لاعب نادي الغاتسية؟ معناتها أنك الكل يعمل لك حساب، معناتها أن أنت واثق من نفسك، أن هناك رهبة يشعر فيها خصمك. هذا نادي الغاتسية أيا كان يلعب، لكن أصبح الكل بلا 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 بلا, بلا. والكل يطالب كذا، والكل معاجبة، والكل إدارة، والكل فلوس. نادي الغاتسية يعطيك حب، أقسم بالله الخليج كله يتابعك لأنك لاعب نادي الغاتسية، أقسم بالله يعطيك صيت كبير نادي الغاتسية، والصيت مثل ما قالوا الأوليين ولا الغنى. حسوا بالمسؤولية، حسوا بحجم الجماهير وقلق الجماهير وحب الجماهير لكم اللي ما زالت تدعمكم. سكروا أذانيكم، لا تهتزون من نقدهم، يحبونكم لذلك ينتقدونكم. شوفوا أساميكم على الورق، يا الله والله مو معقولة، والله مو معقولة. لكن مهما كنت نجم، إذا من داخل ما عندك الإحساس بالمسؤولية والغيرة، الغيرة على نفسك يا أخي، اترك نادي الغاتسية، اترك الجمهور، لك أنت ما تخاف على اسمك. شنو تبي؟ اسمك أنت ترضى أنك تكون من ضمن المجموعة اللي ما حصلت على بطولة؟ ترضاها لنفسك وانت لعبت الغاتسية؟ كل من يشد الثاني. موجود بدر ربي حفظه، وفهد وصالح، خلي يقولونكم عن قصص بطولة. بدران 38 سنة
يراكض الملعب كله ويدافع ويقاتل ويصنع ويسجل بهالعمر؟ ليتكم لحقتوا على بدران ما تسندونه. أقسم بالله أني متألم، قلبي تقطع على بدران. أي والله والله قلبي تقطع على بدران. ما في غيرة فيكم، كبيركم تضايق. هذا مدلع على البطولات، هذا متعود على البطولات، هذا يعني مو هذا اللاعب اللي تخذلونه. الكيان نادي الغدسية اشعروا في المسؤولية تجاهه. لا تقولوا لي مدرب وإدارة، انتوا اللاعبين اللي تقولون وانتوا اللي تدافعون وانتوا اللي تركضون، مو المدرب ولا الإدارة ولا ارجوكم والله العظيم التاريخ ما راح يقول ما في مدرب ولا إدارة ولا مدري شنو. اللاعبين بيقولون هالناس هذي اللي ضيعوا تاريخ نادي الغدسية. أؤمن الفرق تشتغل، نعم، وكل من يتمنى الفوز. اخسر، لكن اخسر والناس تصفق لك. لكن الغدسية يخسر ولا هجمة؟ الغدسية يخسر ولاعبين ما يطبون سلايتات؟ الغدسية يخسر وفوضى؟ هذا يحتج والثاني معاجبة والثالث مدري شنو؟ على شنو انتوا؟ على شنو البلا بلا هذه تضيعكم؟ الواثق من نفسه واثق والله. الحكم لو شنو يسوي؟ سنة من سنين حكم زاد 5 دقائق، قلت له انا حكم، تدري ايش قال مساعد ندى؟ قال له واف افا اخذ 10 دقائق عطها لهم. ختام لا شيدوا لك مجد، خلك به جدير، حافظ على مبناه واحذر تهدمه. دامك تحاول تحمل الاسم الكبير، حاول تخدم الاسم لا تستخدمه. والله انا فيني حره، والله فيني حره، والله اني احبكم يا لاعبين الغدسية. خافوا على اساميكم وشوفوا شنو التاريخ. قادرين انتم تكتبون اساميكم باحرف من ذهب، بالعزيمه والروح والمحبه والاخلاص والقتال. خليه يفوز، لكن لا يفوز علي مثل ما فاز 3-0 وانا هجمه. توقعت النهائي بناكلهم، لكن صرنا اردى. لا يا شباب، ما هو هذا نادي الغدسية.